اللبس، عايزها محجبة ولا مش عايزها محجبة، ولا هتتجوزها مش محجبة وبعدين هتحجبها، عايزاه بكرش ولا انت بعد ما هتتجوزيه هتقولي له اعمل دايت وانا ما بحبه ما بحبش الكرش، عايزاه اصلع ولا انت بعد ما تتجوزيه هتقول له لا انا عايزك تزرع شعر. الشكل، الهيئة، اللبس، الاصدقاء، كل دول محتاجين ان احنا نعمل معاه، نقعد انا وهو نتكلم فيها. نبتدي بقى نسمع سهير نبتديها ازاي. هو مبدئيا بما انك انت طرحت موضوع اللبس، ما تختاروش ناس تلبسوهم زي ما انتوا تحبوا او على حسب ذوقكم في اللبس. انت او انت بتختاري من الاول الشكل الخارجي. لو انت اللبس اللي هي شكلها ده مش مناسب بالنسبة لك ما تقربش. لو هو شكله بلبسه بطريقته مش مناسب بالنسبة لك ما تقربش. يعني دي حاجات مهمة جدا قبل الجواز لازم يبقى فيها مناقشات طبيعية بصدق. وكمان اللبس جزء من أسلوب الحياة الاجتماعية والأصحاب والحدود. مهم جدا ان احنا نعرف لغاية فين بنحب الاجتماعيات والمناسبات والمشاركة والخروج. بتحب الهدوء والعزلة ولا بتحب حياة اجتماعية مفتوحة ولا حياتك مقفولة؟ طريقة اللبس، مجتمع الأصحاب، حدود الأصحاب، الأصحاب اللي من الطفولة وبقينا زي الإخوات هنكمل مع بعض ولا هو هيبقى عنده اعتراض ويخليكي تتخلي عنهم وانت بتقبلي ان انت تتخلي عنهم مضطرة مرغمة ولا انت راضية؟ الموضوعات دي احنا ممكن نشوفها عادية جدا لكن هي أكثر من مهمة، لأن دي القناعات بتاعتنا اللي بتتفرض علينا في حياتنا واللي إحنا يعني زي بروتوكول كده حياتنا هتبقى عاملة إزاي. هي اللي ممكن تخلي عندنا انسجام وسكينة في الحياة وهي اللي ممكن تخلي عندنا عكننة وفشل. يا جماعة فكرة الحدود الاجتماعية واللبس والعلاقات والأصحاب والخروج لو إحنا مش متفقين مع بعض وقناعاتنا فيها زي بعض، يعني مثلا أنا وإنتي لو إنتي بتحبي الحياة الاجتماعية والخروج وأنا بحب الهدوء، لو إحنا اتفقنا إن تمام دي تركيبتي ودي تركيبتك بس لما يحصل ده يعني اعيش انا حياتي بحريه وانتي في العزله او انا في العزله في المكان اللي انت مختاره، ايوه تمام وانا اتقبل ده. لو انا هرتضي، انا لو انا ست وانا بحب العزله والهدوء ما بحبش الخروج، جوزي اجتماعي بيحب الخروج، لو انا هرتضي ان انا اسيب له المساحه دي وهبقى انا مش متضايقه بالظبط فتمام.